أفاد وزير العدل محمد بن عبد القادر بأن تجربة المحاكمة عن بعد التي انطلقت بالمحاكم خلال شهر أبريل الماضي سيستمر العمل بها خلال المرحلة المقبلة. جاء ذلك في لقاء تواصلي عن بعد مع المديرين الفرعيين ورؤساء كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة، مضيفا أن هناك سعيا لتطوير هذه التجربة وتجويدها وتأطيرها من الناحية التشريعية من خلال نص تشريعي سيحال خلال الأسابيع القليلة المقبلة على مسطرة المصادقة والاعتماد. باش نقوموا بتقييم مختلف التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية اللي قمنا بها في إطار مسؤوليتنا لحماية الأمن الصحي للسادة القضاة وموظفين في المحاكم ومختلف المترددين من المرتفقين على المحاكم والمهن الأخرى. هذا التقييم هو أساسي جدا من أجل تطويره ومن أجل أن نكون في مستوى الحرص على هذا الأمن الصحي، ولكن أيضا الأمن القضائي القانوني للمواطنين في إطار استمرارية المرفق ديال العدالة. وخلال هذا اللقاء الافتراضي ذكر الوزير بمضامين اجتماع لجنة التنسيق المركزية الذي انعقد أواخر غشت الماضي والمحددة للمعالم الكبرى لتدبير المرحلة المقبلة وأولويات هذه المرحلة، معتبرا أن ضمان استمرارية المرفق القضائي في أداء خدماته للمتقاضين والمرتفقين في ظل جائحة كورونا مع ضمان صحة وسلامة العاملين بالمحاكم هو تحدي حقيقي يقتضي مضاعفة الجهود لفرض احترام الإجراءات الوقائية التي قررتها السلطات العمومية.